لنا النهارده فقرة مهمة جدا. الموضوع ده بيتعرض له ناس كتير بغرض المكسب السريع. طبعا أنا من رأيي إن مفيش نصاب، في طماع، أنا آسف يعني دي الحقيقة. وعندنا في ظهور مستريحة جديدة في الصعيد ومسلسل النصب على البسطاء بغرض توظيف الأموال، بغرض مكسب بفايدة كبيرة، وطبعا كله بينصاع للمكسب السريع، وفي الآخر كله بيكتشف إنه اتنصب عليه. بس في الآخر خلاص اتنصب علينا، نعمل إيه؟ معانا في الفقرة دي الشيخ مدكور عاطف باتع، باحث في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، لكن مش معايا النهاردة بتخصصه كشيخ، لا أنا معايا بصفته كإنسان بيشتكي أو بيتكلم بلسان مواطني الصعيد عن حالة نصب كبيرة حصلة في الصعيد، ومعانا المستشار رجب سعيد المستشار باستئناف مجلس الدولة. اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بك استاذه ميمه الفايق، واهلا وسهلا بالاستاذ ناجي، الاستاذ ناجي الخطيب، واهلا وسهلا بالاستاذ المستشار بارك الله فيك رجب النجار، ربنا يبارك لك. اهلا بحضراتكم جميعا، اهلا بيك. قبل ما ابتدي الفقره مع الشيخ مدكور، عايزه انوه سياده المشاهدين، الساده المشاهدين، عن ان الحي حي غرب شبرا الخيمه اتصل بينا ان شاء الله، وكان عنده رد سريع على اللي حصل واستجابه منه سريعه، ان هو قام بازاله كل الاشغالات اللي كان بيشتكي منها مواطن الحلقه السابقه. شكرا للمسؤولين وشكرا للاستجابه السريعه. طبعا كل التحيه والتقدير ليهم ان شاء الله. سرعه الاستجابه. اتفضل يا شيخ مدكور، ايه بقى الموضوع وايه موضوع بقى النصب والدنيا دي؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نقول من قلوبنا كلنا حفظ الله مصرنا وشعبنا وشرطتنا وجيشنا ورئيسنا. طبعا الموضوع هنا عشان برضو يبقى بسيط وواضح للسادة المسؤولين والمشاهدين كلهم، وأرد أولا على أستاذ ناجي، والله ما طمعنا يوما في حق إحداهما ولا حسدنا أحد على شيء أخذه الله منا. نعم. لكن الموضوع ده انا اتكلم عن ناس، يعني هو حضرتك قبل ما تبدا الموضوع، قبل يخص ما تبدا، يخص المجتمع المصري كله. تمام. وهذه القضيه لن يشهد الصعيد مثلها في العصور التي سبقت ابدا. نعم. تم، انا اتحدث طبعا عن عدد كثير جدا. حضرتك شاهد عيان على الواقع، انا اتحدث وليس طرف. انا اتحدث عن عدد كثير جدا من عن لسان الأسر المصرية داخل محافظة سوهاج. نعم. تم النصب عليهم بطرق غريبة جدا، وأسلوب يعني للأسف الشديد أسلوب لؤم وخباثة غريبة جدا.